بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنبتدي درس احتمالات الأحداث المتنافية اللي هي في رياضيات 3 ريض 261 للعلوم المستوى الثاني العلوم التجارية، وريض 808 المستوى الثاني من التعليم الفني والمهني. بنشوف مع بعض الأهداف لدرسنا اليوم. أهداف الدرس أن نوجد احتمالات الأحداث المتنافية والأحداث الغير متنافية. الهدف الثاني أن نوجد احتمال متمم حدث. إني نشوف هنا حدد احتمالات الأحداث المتنافية والأحداث غير المتنافية. يقول لي الأحداث المتنافية هي أحداث لا توجد بينها نواتج مشتركة، أما الأحداث الغير متنافية هي أحداث توجد بينها نواتج مشتركة، معناته يوجد بينها تقاطع. بعض العبارات اللي تبين لي أن هذه الأحداث متنافية أو غير متنافية هي كلمة أو. لما أشوفها في المسألة فأنا معناته درسي اللي أحل فيه اللي هو احتمالات الأحداث المتنافية. إني نشوف هني شنو يدل أو؟ يدل على وقوع أحد الحدثين على الأقل، ويشير إلى جمع الاحتمالات اللي هو احتمال الـ A أو الـ B. إني نشوف مع بعض أول مثال. حدد الحدثان المتنافيان أو غير المتنافيان في كل مما يأتي وبرر إجابتك. ظهور عدد فردي أو أكبر من 3 عند رمي حجر نرد مرة واحدة. أنا بلاحظ عندي هني حط لي في المثال أو، فمعناته أنا بحل باحتمالات الأحداث المتنافية أو غير المتنافية، وبشوف شلون أنا أحدد هل هذه المثال احتمالات متنافية أو احتمالات حدث غير متنافي. نشوف مع بعض. بيا أقول غير متنافيين لأن 5 هو عدد فردي وأكبر من 3. 5 عدد فردي وأكبر من 3، معناته أن أنا عندي تقاطع بين الحدثين، نواتج مشتركة بين الحدثين اللي هو 5. بذي الشكل أنا خلصت من ذي المثال. نشوف مثال ثاني. اختيار سيارة أو حصان. مدام أنا عندي أو، فمعناته أنا استخدم بدرس اليوم. أي أشوف السيارة أو الحصان هل بينهم تقاطع؟ هل بينهم نواتج مشتركة؟ أو هل هما نفس الشيء؟ فأنا بشوف أسمي ذي الحدثين متنافيين. ليش؟ لأن السيارة لا تكون حصاناً ولا يكون الحصان سيارة، لذلك فهما حدثين متنافيين. ننتقل إلى مثال آخر. سحب بطاقة من بين 10 بطاقات مرقمة من 1 إلى 10، والحصول على عدد أكبر من 5 أو العدد 2. أي أشوف عدد أكبر من 5 عندي 6 و7 و8 و9 و10، وقال لي أو العدد 2، فأنا بحط العدد 2. هل توجد نواتج مشتركة بين الاثنين وبين هذه الأعداد؟ طبعا لا، فمعناته الحدثين اللي عندي هني هي أحداث حدثين متنافيين. ليش؟ لازم أنا أوضح ليش، لأنه قال لي برر إجابتك. فبي بقول لأن العدد 2 لا يكون عدد أكبر من 5. وبذلك أنا انتهيت من مثالي هذه، وأنتقل إلى هدفي الآخر. احتمالات الأحداث المتنافية. إني نقول إذا كان الحدثان A و B متنافيين، فإن احتمال وقوع الحدثين A و B يساوي مجموع احتمال كل منهما. الحين أنا بياخذ القانون اللي أنا أستخدمه في حل الأحداث المتنافية والأحداث الغير متنافية. أشوف معاكم هذين هذا القانون يقول لي احتمال A أو B، أو لأن قلنا هي الأحداث الغير متنافية أو متنافية، بقول يساوي احتمال A
الاتحاد عندنا في لغة الرياضيات الاتحاد هو الأو. بعدين البي يساوي احتمال الحدث الأول زائد احتمال الحدث الثاني. فأنا هني خذت القانون، الحين باي أشوف شلون أطبق عليه في المسائل اللي عندي إياها. هني ناخذ أول مثال، كيس به 10 بطاقات مرقمة من 1 إلى 10، سحبت بطاقة عشوائيا، ما احتمال الحصول على عدد أكبر من 5 أو العدد 2؟ يهني يقول لي في السؤال ما احتمال، فلازم أنا أبتدي أحل وأحط القانون وأشوف شلون بحل هذه المثال. أي أقول أول شيء متنافيين، وليش متنافيين؟ الحين بوضح لكم. قلت A هو الحدث الأول اللي أكبر من 5، 6، 7، 8، 9، و10. B باخذه اللي هو العدد 2، فأنا أسهل لي أخذ أو ما قبلها بعتبر الحدث الأول، وبعد أو بعتبر الحدث الثاني. الحين أشوف A و B هل بينهم تقاطع؟ هل بينهم نواتج مشتركة؟ طبعا لا، ما عندي نواتج مشتركة بين الحدثين، لذلك أنا سميتها متنافيين. الحين باي أكتب القانون، احتمال A اتحاد B يساوي احتمال الـ A زائد احتمال الـ B. أي أقول يساوي احتمال الحدث الأول، أروح حق الحدث الأول A أشوف كم عنصر عندي هني، 1، 2، 3، 4، 5، لذلك أنا حطيت 5 على 10. ليش 10؟ لأن عطاني في السؤال الكيس به 10 بطاقات، لذلك حطيت العدد الكلي بـ10. بعدين زائد، أروح للحدث الثاني، كم عنصر عندي هني؟ عنصر 1، فبيحط 1 على العدد الكلي 10، فبقول يساوي آخذ 5 زائد 1 يعطيني 6. ليش؟ لأن المقامين متساويين، فستة على 10 يعطيني 3 على 5. وبذي أنا انتهيت من هذه المثال. أي أنتقل إلى مثال أو احتمالات الأحداث الغير متنافية. أقول هني إذا كان الحدثان A و B غير متنافيين، فإن احتمال وقوع A أو B يساوي مجموع احتماليهما مطروحا من احتمال وقوع A و B معا. أي أشوف القانون عندي هني، احتمالات الأحداث المتنافية والغير المتنافية هي A اتحاد الـ B. إني نشوف الاختلاف في الاحتمالات الغير متنافية، بيقول يساوي احتمال الـ A زائد احتمال الـ B ناقص احتمال A تقاطع الـ B. وهذه الاختلاف في الحل بين الاحتمالات المتنافية والاحتمالات الغير متنافية. ليش؟ لأن أنا عندي في الاحتمالات الغير متنافية في تقاطع، يعني في نواتج مشتركة، لذلك أنا ضفت هذه الاحتمال بس بالطرح. فأشوف شلون أحل المثال الجاي. عندي مثال، رمي حجر نرد عشوائيا مرة واحدة، ما احتمال الحصول على عدد أصغر من 4 أو عدد زوجي؟ مدام عندي أو، فأنا أروح أستخدم قانون احتمالات الأحداث المتنافية أو غير متنافية على حسب اللي بشوفه. أي أقول هني إيه؟ قال لي هني عدد أصغر من 4، ففي حجر النرد الأعداد الأصغر من 4 اللي هي 1 و2 و3، أو عدد زوجي، فباخذ بالأعداد الزوجية في حجر النرد. أنا عارف أن حجر النرد من 1 إلى 6، فالأعداد الزوجية عندي هي 2 و4 و6. الحين نشوف مع بعض هل يوجد نواتج مشتركة بين الحدثين أو لا. بلاحظ أن عندي العنصر 2 في الحدث الأول، وعندي إياه بعد في الحدث الثاني، فبي أقول أن توجد نواتج مشتركة اللي هو تقاطع بين الحدثين وهو 2، معناته أن الحدثين هذين هما حدثين غير متنافيين، فأروح أختار قانون الأحداث الغير متنافية. خذيت القانون وكتبته، احتمال الحدث الأول اتحاد الحدث الثاني يساوي
احتمال الحدث الأول زائد احتمال الحدث الثاني ناقص احتمال تقاطعهما. ويقول يساوي، بروح حق احتمال الحدث الأول اللي هو إيه، أحسب كم عدد العناصر، 1 2 3، فحطيت 3. ليش قسمت على 6؟ لأن حجر النرد فيه 6 أوجه أو 6 نواتج عندي، فحطيت على 6. زائد احتمال البي، باخذ البي وأشوف كم عنصر عندي، 1 2 3، فحطيت 3 على 6، نفس الشيء لأن حجر النرد فيه 6 أوجه. ناقص قلنا احتمال التقاطع، أروح للتقاطع أشوف كم عنصر عندي، عندي عنصر 1، فبكتب 1 على 6 لأن العدد الكلي في حجر النرد 6. يقول يساوي 3 زائد 3 6، ناقص 1 5، وأنا ما قدرت أجمع أو أطرح إلا لأن المقامات متساوية، فطلع عندي الناتج 5 على 6. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه المثال. أي انتقل إلى الجزئية اللي بعدها اللي هي المثال الثاني. بناء على الجدول التالي، اختير طالب في المدرسة. عندي هذه الجدول، في الجدول عندي رياضات أو النادي، الرياضة، العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، وعندي 3 صفوف، الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي. أي أشوف السؤال اللي عندي، ما احتمال أن يكون الطالب من الصف الثاني الثانوي أو في نادي العلوم؟ وعندي سؤال ثاني، ما احتمال أن يكون الطالب من الصف الثاني الثانوي أو الصف الثالث الثانوي؟ باخذ السؤال الأول وببتدي أول شيء أحل فيه. أي أقول إيه، أنتقل إلى السؤال الأول، قبل الأو قال لي محتمل أن يكون الصف الثاني الثانوي، فباخذ الصف الثاني هو الحدث إيه، أروح حق الصف الثاني، شنو الأعداد اللي عندي إياها في ذي العمود؟ هي 14 و6 و4 و15 كتبتها. بعدين أو في نادي العلوم، أروح حق نادي العلوم، أشوف نادي العلوم هني الصف اللي عندي ذي، شنو الأعداد اللي عندي؟ 2 و6 و3، أروح أكتب الحدث بي. الحين حطيت الـ A وحطيت الـ B، أي أشوف هل بينهم نواتج مشتركة ولا لا؟ بلاحظ أن بينهم العدد 6، صح؟ أي أشوف شلون أشوفه من الجدول؟ نفس الطريقة، بياخذ الصف الثاني الثانوي هذه العمود، والعلوم هذه الصف، فألاقي أن العنصر العدد المشترك بينهم هو 6 هني، فباخذ 6 هو النواتج المشتركة. أي طلعت الحدث الأول، طلعت الحدث الثاني، طلعت التقاطع، الحين أبتدي أحط قانون الأحداث الغير متنافية. أقول احتمال الحدث الأول اتحاد الحدث الثاني يساوي احتمال الحدث الأول زائد احتمال الحدث الثاني ناقص احتمال تقاطعهما. يقول يساوي، نلاحظ هني عندي جدول، صح؟ فلما يكون عندي جدول الطريقة هني تكون تختلف، ما هي أحسب عدد العناصر اللي عندي هني أو القيم ذلين 14 و6 و4 و15 وأقول هما 5، لا، أي أحطهم نفس ما هما وأحط بينهم جمع، فبقول 14 زائد 6 زائد 4 زائد 15 على 100. ليش 100؟ أنا رحت حق الجدول اللي عندي هني وجمعت جميع الأعداد اللي عندي هني، فطلع مجموعهم ب 100 زائد احتمال البي، نروح حق البي، عندي 2 زائد 6 زائد 3، أكتبهم بذي الشكل على العدد الكلي قلنا 100، ناقص أي أشوف التقاطع كم العدد عندي؟ 6، فأقول 6 على 100. فهذه الاختلاف لما أنا يكون عندي جدول لازم أجمع الأعداد اللي عندي، ما أحسب كم عددهم، فأنا جمعتهم، أجمعهم كامل وأطرحهم من 6 قسمة 100، فيطلع عندي الناتج 44 على 100، يطلع يساوي 11 على 25، أو أقدر أضرب 11 على 25 في 100 فيطلع الناتج 44%. وبذي الشكل أنا انتهيت من ذي المثال وبينت شلون أنا أطلع الأحداث الغير متنافية لاحتمالاتها في
الجدول. هيا نشوف الجزء الثاني من هذا المثال اللي هو ما احتمال أن يكون الطالب من الصف الثاني الثانوي أو الصف الثالث الثانوي؟ أقول أول شيء قبل لا أقول إنه يحدث متنافية، خلنا نشوف مع بعض. أي أقول من الصف الثاني الثانوي، هذه هو العمود 14 و6 و4 و15، قال لي أو الصف الثالث الثانوي، فباخذ الحدث الثاني. الحين باخذ الحدث الثاني اللي هو ب 8 و4 و5 و13. ليش؟ لأن أنا بروح حق الصف الثالث الثانوي اللي هو 8 و3 و5 و13. آيا تشوف هذين العمودين اللي أنا أخذتهم هل بينهم تقاطع ولا لا؟ هذين بينهم تقاطع ولا لا؟ بلاقي إنه ما بينهم تقاطع، حتى لما طلع هني ما في بينهم أي، لا بس من الجدول نطالع، مدام الجدول ما في تقاطع فأنا يقول ما عندي تقاطع هني، لذلك أقول النواتج المشتركة اللي في الجدول تساوي صفر، لأن ما عندي نواتج مشتركة بينهم الاثنين. الحين آي أحط قانون احتمال الأحداث المتنافية اللي هو احتمال الأ اتحاد البي يساوي احتمال الأ زائد احتمال البي، لذلك إحنا في الاحتمالات المتنافية نشيل احتمال التقاطع. آي أقول يساوي، أخذ أول شيء الحدث الأول A وأحط الأعداد بينهم جمع 14 زائد 6 زائد 4 زائد 15 على العدد الكلي 100 زائد 8 زائد 3 زائد 5 زائد 13 على 100، فيطلع عندي 68 على 100 اللي هو 17 على 25، أو أن أقدر أقول أضربها في 100 فتطلع عندي 68%. وبذي الشكل أنا انتهيت من المثال اللي عندي إياه مال الجدول شلون أطلع الأحداث احتمالات الأحداث المتنافية والغير متنافية. أي أنتقل إلى آخر هدف لدرسنا اليوم اللي هو احتمال الحدث المتمم. أقول تتكون نواتج حدث ما من جميع نواتج فضاء العينة التي ليست من نواتج الحدث الآخر، أي أن احتمال عدم وقوع حدث يساوي 1 ناقص احتمال وقوع الحدث. إني نشوف شلون أي أكتب احتمال الحدث المتمم، برمز له باحتمال A، هاي الشرطة أحطها لازم، معناتها الاحتمال الحدث المتمم يساوي 1 ناقص احتمال الحدث A. A هو أي حدث. إني نشوف مثال على هذه الحدث المتمم أو احتمال الحدث المتمم، يقول لي إذا كانت فرصة هطول المطر 70%، فما احتمال عدم هطوله؟ مدام قال لي ما احتمال عدم هطوله، يعني يبي الحدث المتمم لهطول المطر، فأي أفترض أن الحدث A يمثل فرصة هطول المطر، فأوجد احتمال متمم الـ A. ويقول احتمال الحدث المتمم يساوي 1 ناقص احتمال الـ A. ويقول يساوي 1 ناقص 70 على 100، لأن قال لي 70%. أقول يساوي 30 على 100، لأن لما أطرح 1 ناقص 70 على 100 طلع عندي يساوي 30 على 100، فباي بقول احتمال فرصة عدم هطول المطر هو 3 على 10. ليش؟ لأن قسمت 30 على 10 وال100 على 10 فيطلع لي 3 على 10، أو طريقة ثانية أضرب 3 على 10 في 100 فيطلع لي 30%. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذا المثال وأنتقل إلى مثال آخر. وناخذ الحين معاكم الآخر مثال اللي هو اشتركت سميرة في مسابقة ثقافية وطلب إليها سحب بطاقة عشوائيا من صندوق به 300 بطاقة منها 20 بطاقة رابحة، ما احتمال عدم سحب سميرة بطاقة رابحة؟ بيفترض أن الحدث A تمثل اختيار بطاقة رابحة، فأوجد احتمال متمم A.
أقول احتمال الحدث المتمم يساوي 1 ناقص احتمال الحدث A، فبقول يساوي 1 ناقص 20 اللي هي عدد البطاقات الرابحة على 300 اللي هو العدد الكلي، يطلع عندي يساوي 280 على 300 وهو يساوي 14 على 15. وبذي الشكل أنا طلعت الاحتمال اللي هو احتمال سحبها بطاقة غير رابحة 14 على 15، أو أقدر أضربها في 100 فيطلع عندي 93% تقريبا. وبهاي الشكل أنا انتهيت من آخر مثال. وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم، ونرجو للجميع النجاح والتفوق.